لم تقتصر التأثيرات السلبية للحرب التي تعيشها اليمن على قطاع دون آخر حتى وصلت إلى مرضى السرطان الذين باتت تلك التأثيرات تهدد حياتهم بعد أن قلصت قدرتهم على الحصول على أدويتهم وجرعاتهم الكيماوية. ففي محافظة حضرموت والتي تكاد تكون صاحبة أكبر سجل لمرضى السرطان في البلاد، حذر الأطباء من أن المركز الوطني للأورام في المحافظة على وشك إغلاق أبوابه أمام المرضى مع انخفاض قدرة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان والمشغلة للمركز على الوفاء بالتزاماتها نتيجة لانقطاع الدعم المقدم من قبل الدولة والجهات المانحة. حاليا مع الأزمة الموجودة في البلاد تواجهنا العديد من الصعوبات، ومن ضمنها شحة العلاجات في المركز، لأن المركز يحصل على مخصص دوري من المركز الرئيسي في صنعاء، ولكن للأسف الآن بدأت في شحة في العلاجات سواء التي تصل من الوزارة أو عن طريق التي توفرها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. ويقول العاملون في المركز الوطني للأورام في حضرموت والذي أنشئ عام 2011 كوحدة إعطاء للعلاج الكيماوي وهو المركز الوحيد الذي يخدم مرضى السرطان في المحافظات الشرقية، أنهم لم يحصلوا هذا العام على أي من الدعم الحكومي للمركز والذي لا يزيد عن 5 ملايين ريال سنوي، فيما المركز يحتاج لأكثر من 50 مليون ريال كي يستطيع العمل، حيث يستقبل المركز يوميا ما بين 35 إلى 40 حالة للمراجعة وما بين 4 إلى 6 حالات جديدة مصابة بالمرض القاتل. العشرة أشهر هذه التي مرت حوالي أكثر من 470 مريض حالة جديدة، معانا 5000 أو أكثر من 5700 حالة مراجعة، العدد الأدوية الكيماوية والعلاجات الأخرى كلها تتحملها المؤسسة. لذلك من شهر يناير لو ما لقينا الدعم الكافي الدعم اللازم لتشغيل هذا المركز سواء من الدولة أو من أهل الخير، فسنضطر آسفين إلى إغلاق هذا المركز لأنه لا يوجد لدينا خيار آخر. معاناة مرضى السرطان في محافظة حضرموت تتفاقم مع ازدياد عدد المصابين به والذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة المرض القاتل وسندان للتهديد بإغلاق المركز لأبوابه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.